هذه الأيام العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا وأكرمنا بها بأن جعلنا نبلغ هذا الشهر العظيم ونعيش أيامه ولياليه. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه ممن ترحمهم وتغفر لهم وتغفر ذنوبهم وتعتق رقابهم من النار. انت اللي تنجم تبدل وتبدأ من جديد. حمر بلاستك اللي اخترتها واللي خسرت عليها وقتك وتعبك. املح حياتك بروحة جديدة تخليك تبني حاجة تحبها وتشيخ عليها. خلي كل نهار أزين من اللي قبله. مع سوتيفاب حقق الدار اللي تحلم بها. عمل علينا في كل ستيل وذوق، احنا نسهلولك الثنية. علاش ليه؟ انت الحرة بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معونة كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. أحسن ما في السوق والباقي العائلة، بيديك انت تحل وتملى المايدة. OMS كوزيني اوترومون. فرحة رمضان لفرانية تتسكن شارة سيكا الكادوات بالجملة. هيا ملا سيكا مع سيكا. ادخل في القرعة باش تربح واحد من الكادوات هذوم: سيارات، دي زايفون 13، دي تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. سمعت البشارة؟ سيكام تربحك سيارة. ان شاء الله رمضانكم مبروك. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. سمحت شيف، مسهل هالبنة. إن شاء الله نهاركم زين، الناس الكل نهاركم نور وسرور وأنوار وكل حب ومحبة وتآخي وعطاء وتسامح. إيش يخطوه هكا برشا في الويديتي في التعامل مع بعضنا، نقصوا أكستريس ونقصوا أكلعيات الزيد، وهنا مرمضان وهاني يحشيش رمضان، وإذا كل مهوش موجود هكا ولا أنا أقول رمضان عنده طابع خاص وخاص جدا، اللي هو عنده ريحة لبنينة، عنده التآزر، وعنده زادة أنه العبد لازم يكون زين في المعاملة مع روحه ومع العباد، ما يكونش متوتر، ما يبدش نهاره على أعصابه. بالعكس، رمضان نهار رمضان شهر فاضل، شهر المحبة، شهر الحاجات الباهية، وانتم زادة إن شاء الله تبدأوا نهاركم برشا محبة وبرشا حاجات باهية. إن شاء الله نهاركم فل وياسمين وطاقة إيجابية
حاجات مزيانة على الأخر، وزيد عنا في كوجينتنا نهار باش يبدا بالبنة على بنة ودغتوغ الشيفة فتحية معانا. نهاركم أسعد الأيام، أنا عندي الخيرات سبعة باش يكون نهار مزيان بالطبيعة معاكم بكل المنتوجات المزيانة واللي الحاجات اللي تعاوننا سورتو في الكوجينة. أنا اليوم الدبارة متاعي باش تكون إن شاء الله خفيفة، على خاطر نعرفوا اللي في الويكاند يقعد لنا برشا تحضير ويقعد لنا برشا ماكلة من الجمعة، ماذا بينا نكملوا اللي عنا في التركينة بلوس نزيدوا عليهم التنويشات صغار. اليوم أنا عندي شربة بالطبيعة هذيك شربة رمضان لابد منها، لكن شربة متاعي اليوم من نوع خاص باش نعملها في طنجرة تقعد هي سخونة في وسطها حتى لين يقول الله أكبر يذن المغرب، وشربة متاعنا سخونة لنشعلوا ونطفيوا برشا مرات لحد شيء. الطنجرة متاعي باش تكون غسل هوبس، معها هي باش نعمل سلاد سيزار، وكي نقول سلاد سيزار نقول الدجاج مليحة المزيان اللي فيه تغسابيليتي بالطبيعة. نوريكم طريقة سهلة تعملوا بها أكيكا ترسكلوا فيها الخبز البيت، خاطر سلاد دي سيزار معروفة باللي كروتون، اللي كروتون هما الخبز البيت. نوريكم طريقة تفوحوا بها وتاكلوهم حتى مع الشربة مش حتى مع السلطة برك. معاهم هما عندي اليوم قطايف، لكن قطايف من نوع جديد. القطايف متاعي اكتشفتها اللي هي معمولة بورق الملسوقة، حاجة مزيانة وجويدة وباش تكون مالحة ماهيش حلوة. المرة الجاية نعملوها قطايف حلوة، المرة هذه باش نجربها مالحة، لكن بيزارمون لقيت قطايف مزيانة معمولة بورق الملسوقة باش تكون بتن البدر والجبن مرياح. معهم هما بالطبيعة كي نقول حاجة حلوة حاجة مزيانة نقول كان سمخت شيف. عندي اليوم باش نعمل زريقة، ومع زريقة حاجة تفرشك في شقان الفطر اللي هو السيغو متاعنا باش نعملكم ان كوكتيل ديغادي. الوغ ما تبعدوش علينا، خليكم معنا واحد واحد. شيف تحية، احنا قلنا لك طيب لنا حويجه في شقان الفطر مش عذبنا، هذي احنا حاضرين معاكم في الكوجينه وريحه عذاب رستم بوهلال قريب يدوخ من تاو. حد من الوريد للوريد. من الوريد الى الوريد. بربي خليني نكمل. ميرسي بوكو ليك طبعا برشا دلي في الكوجينه، وشكر خاص طبعا للمزودين الكل سونز اكسبسيون اللي موفرين لنا لي ماتيير بروميير اللي هي مزينه لنا الكوجينه نتاعنا. انا نبدا نرحب بضيوفنا معنا في البلاتو. بعدين مدام سيرين سولا، مدام برودوي كي ريبريزونت طبعا فقره زانيمو وتي زانيمو. مرحبا سيرين. السلام عليكم، مبروك سيرين ديما يلا علينا وعليك. دونك اليوم باش تحكي لنا على اون اكسيون نوبل، حاجه نبيله ياسر قامت بها زانيمو وتيم زانيمو كامل. بعديك شويه نحكيوا عليها سيرين. اللي هي شنو هي الساعه اللي هي ديستريبيسيون دو كروكيت على كلاي بيتنا واقتصادنا في الشارع. في الشارع دونك الكلاب السائبه والاقتصاد السائبه خمت فيهم زانيمو من خلال الحركه النبيله هذيا. كيف كيف نرحب بنوتر نوتريسيونيست نهال البيجي، منوره ان شاء الله رمضانك مبروك. كل عام واحنا بألف خير، ناس كل ان شاء الله الحمد لله يا ربي. دونك نهال الموضوع معاك اليوم، كيفاش نعديو رمضاننا؟ طبعا اكلنا في رمضان او تغذيتنا في رمضان تكون طريقه متوازنه معتدله، وعلاش ليه نجموا نقصوا في الميزان او ميم طون اكزاكت. هذايا هو هذايا هو اللي هي معادله ماك تعرف تشخشيخ وتنظف في رمضان صعيبه شويه. انا ممكن نعمل فيها في رمضان نخبيوها نرجعوها بعد العيد ولا كيفاه؟ ما يسالش نجموا تكون حاجه معتدله. يعطيك صحه طبعا نهال البيجي، ولد الدار رستم بوهليل. طبعا كنقولوا رستم نقولوا سوتيم وكونفورتكس، منورنا البلاتو اكيد. بعديك شويه باش يحكي لنا على مميزات كونفورتكس. ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله رمضان الناس الكل عاقل. انت اليوم مرمضان يا ولدي ما تحكيش، وكملت شفافه فتحيه من باب بدات التحذيرات نتاعها. وكما قلت انت قلنا لها طيبنا، وقلت لك من المره اللي فاتت راهو في رمضان ما قلناش عذبنا الشافه راهي باش تعذبنا على قاعده. يعطيها الصحه على كل حال. طيب يا ربي وربي يحفظها ان شاء الله ويحفظكم الناس الكل. ومن بعدين باش نحكيو على المميزات والكادوات والتيراجات والحاجات المزيانه الكل. وديما نخليو احنا ختامها مسك مع الفن الاصيل، مع الطرب، مع الصوت التونسي المزيان، الصوت الملتزم. معنا دره البشير الفنانه التونسيه اللي نحبوها برشا. سافا دره؟ عايشك. شحويلك؟ صباح النور، صباح الفل. جبناك هكا ريقضه اليوم شوي. تعرف الخدمه مؤخر وكل شيء، ما سافا. ان شاء الله رمضانكم مبروك، كل عام والتوانسه حيين بخير، ان شاء الله ديما منورين هكا معناها. دونك اليوم درة باش نحكيو على كليب المسرار، وطبعا باش نحكيو على نفحات رمضان والابتهالات اللي يخرجوا من الصوت المزيان واللي كله احساس. يعيشك. ايه بيان سور، شهر سيدي رمضان شهر فضيل، تعرف كله
يعني كله روحانيات، فيه إحساس، فيه هكا معناها فيه مذاق خصوصية، فيه مذاق وفيه إحساس يختلف على الأيامات العادية. فالحمد لله احنا مسلمين والحمد لله اللي نستمتع بالإحساس الطيب هذا. يعطيك الصحة دورة البشير، أكيد بعديك شوية باش تحاول سمعنا حاجات هكا روحانيات من عند صوتها المزيان. لكن قبل هذي الكل خلينا نمشيو طبعا الفقرة زانيمو اللي هي برعاية زانيمو. دونك كما قلنا في اول الحصه انه اليوم باش نحكيوا مع سيرين سولا مدام خدوي على لاكسيون او الحركه النبيله اللي قام بها كامل فريق زانيمو تجاه كلاب السائل، كلاب السائبه او الاقتطاسات السائبه، احنا نقولوا حتى الكلاب ابوندوني، فما حتى اللي مش سائبه، حتى اللي تخليوا عليهم لي بروبريو نتاعهم. دونك زانيمو خمت فيه الكلايبات هذوما في شهر الرحمه، هو شهر فضيل وشهر رحمه مش كان من البشر للبشر او من بني ادم لبني ادم، حتى على الكلايبات نجموا نلقاو فيهم الخير وصدقه جاريه عليهم. وي سورتو كو في سير الايامات معناها في الافطار كو كليب ولا قطاس، هاو قهوه محلوله يعطيهم الفاضل، هاو دي ريستورون يعطيهم الفاضل. صف كو في رمضان معناها الدنيا كل مسكره في وسط النهار. بالحق معناها فما كليب يصوموا يموتوا بالشر. ودايوغ معناها مش اول مره تعملها زانيمو، هو مش ديما مش اول مره مي باركونتخ مش ديما نصوروا. من حاجة ان فيت حم فسرها دايوغ انا علاش احنا نصور، يقول لك اللي يعمل خير ما يصورش، احنا نصوروا سي بور سونسيبيليزي العباد. معناها العباد نصور اي عبد في الدار فما حاجة من طنجرته باش تفضل ولا من ماكلة باش تفضل، معناها حرام خير من اللي تطيش عبد كيراء. شكون يوكل في الكلاب ترجع له في مخه الفكرة، دونك يل سو دي تيان مانيش مطيشها تخلي الكلابات الشارع. وان بلوس الحقيقة الفيديو زاد جات في الكادر نتاع جورني انترناسيونال نتاع لي شيان ايرون، دونك اليوم العالمي للكلاب السائبة، الحيوانات السائبة. دونك فوالا نشوفوا دونك احنا معاك سيرين نشوفوا مع بعضنا الفيديو هذايا اللي امن هون تيم زانيمو نرجعوا نحكيوا عليه. بمناسبة اليوم العالمي للحيوانات الضالة، قررنا ليكيب زانيمو باش نمشيو لكلايبات الشارع ونقولوا لهم راكم مش وحدكم ورانا نحبكم برشا، تابعونا وشوفوا كيفاش تعدى نهارنا معاهم. ليتس جو. دونك كان هذايا الفيديو الخاص بزانيمو لأمن هنا طبعا تيم زانيمو. انت سيرين قبيله قلت لي مش ديما نصوروا لكن ديما نقوموا بليزاكسيون هذوما وديما نحاولوا نطعموا الحيوانات السائبه قطاط ولا كلايبات. لهنا لاكسيون هذايا جيت بمناسبه شهر سيدي رمضان وحتى اوغ رمضان، دونك ديما تقوموا بهم الحاجات هذوما. قلت لي قبيله حاجه محلاها، يقولوا علاش اللي يعمل الخير يصور، يعمل الخير يصور باش يشجع بوغ انكوراجي الناس، باش حتى انت قلت اللي عنده طنجره في الدار ولا حاجه زايده، لكن لهنا ينجم قلت يعطيها الكلاب، لكن هنا جوست سيرين كانت توضح لنا الحاجات التوكسين اللي ما لازمهمش نعطيهم الكلاب في الدار ولا في الشارع، زاد كيف ولا الاقتطاسات. اقتطاسات به المحل هو معناها بيسكو نحكيو على الكلاب جيعانين مش على كلاب دار، اللي باش تعطيه باش ياكل، معناها باش نقول لك انا الخبز مش باهي لصحه الكلاب، ما باش تحكي على كلب جيعان اللي على الاقل يشبعك ريشته خير من اللي باش يقعد جيعان. دوك ما يسالش اللي بشوف ظلم الماكله نجمو خلطو تفتفت فيه الخبز اللي فضل لك الكل. مارك اون فيها شويه خبز. اون فيت عظم، نعرفوا العظم اللي نجم على قدر يقبلهم معدتهم. اون فيت. هي هذيك ديما يعطيوها الكلاب. نعرفوا اللي سي توكسيك ليهم. هاكا اون فيت. البصل الحاجات الخضراء هذيا النية اللي اكزاكتومون نحاولوا نحيوا الحاجات التوكسيك. ما بصل معناها طيب بالبصل فيه مفوح بالبصل، مش زاد تقول لي ما نعطيش نطيشوا فوبالا خاطر فيه نكته بصل زاد ابخي تو. لا مش نكته تفاح فوالا. اي عاد. مي هاكا نعمل ايفور ما يسالش معناها الحاجات. بشكل مره ماهيش حاجه تخيك. تعرف سيرين اللي تبعوا فقره زانيمو دوبوي اللي بديتوا معانا في لا سيزون
نورمالمون لي كونساي هذوما كل يكونوا تعرفوا عليهم خاطر احنا ركزنا وركزنا وركزنا ديما على النصائح اللي يلزمنا نتبعوا بهم كليباتنا وقت اتصالنا كل سواء الكليب والقطاطس نتاعنا ولا حتى الكليب والقطاطس اللي في الشارع خاطر تحب ولا تكره هذوكم زيد عندهم حق علينا على خاطر احنا نتواجدوا فرد انفيرونمون معاهم والرحمه تجوز على العبد وتجوز زيد على الكلب وعلى القطوس وقد ما احنا نحميوهم اونتر بارونتيز احنا نحميو رواحنا انت كي توكلوا ما تجاوبوش تجم زيد تنحي عليك الغيسك اللي هو يبو اتاكي ولا يجي يسرقك ولا بو امبورت شنو يعمل انت كل حاجه باهيه تعطيها للكلب والقطوس اللي في الشارع انت تنحي غيسك من حياتك وتوفر اكثر حمايه ليك انت وتاخذ صدقه جاريه كما قالت صفاء وتاخذ رحمه من عند ربي خاطر الراحمون يرحمهم الله. انا تو باش نجي شفت الفيديو باش نعلق عليه. انت توا ديجا سبقتني في حاجه اللي حكيت شنو نجمو نعطيو باش الناس ما تفهمش بالغلط. راهو زانيمو عطاتهم الكروكيت خاطر الكروكيت يظهر لي احسن اليمونتاسيون وزانيمو تنجم تعطي الكروكيت لكن الناس الاخرين مش ما عندوش كروكيت ولا ما ينجمش يشري كروكيت ما يوكلش الكلاب اللي في الشارع. لا معناها كروكيت ما توكلش. لا معناها اللي عنده كروكيت ينجم ياخذ كروكيت اللي يحب يشري كروكيت يشري كروكيت واللي عنده فاضل ماكلته يبقى يخرج الفاضل ماكلته. الفائده كلابات اختي تصاتنا ياكلوا ماهوش لازم كروكيت ولا حاجه بالموجود فوالا بالموجود في ذاك اللي جاتهم شبعانه خاطر بالحق راهو كي درنا وصلنا شفنا كلاب موته وبالشر راهو كاريمون انا حتى الماكله حتى الواحد وقت قدام دياره يخرج مثلا سو بالماء ولا حاجه فما لقطات رسم هنا عاد يحكي ولد ميدان على خاطر رئيس جمعيه شنيا يا رسم كاني كورسو كاني كورسو في تونس سيتون غاس نوبل اما برشا تو فما ظاهره بالحق صفات وشفتها لي ريزيدونس ولاو يخرجوا افكتيفمون بخلاف حتى الماكله يخرجوا دي سو نتاع الماء خاطر فما خاصه في الصيف فوالا هي تعرف كان نعملوها عاده احنا اوموا يا خويا في شهر رمضان احنا ياسر نفضلوا ماكله يظهر لي نفضلوا ماكله بصفه غريبه معناها يا اخي كان كل واحد يشري ما نعرفش انا شنو تسمى المعجنه هذيك اللي ب 2000 فرنك ولا 3000 يحطها باب داره كل ما يهز طاولته اللي فضله يحطها كسوى القطط كسوى الكلاب حتى على الكياس حتى على النهج خاطر الكلاب لا ماشي احنا المشكله تعرف شنو هي رسم هنا زاد كيف كيف سيرين انه يقول لك شو لي عندي تجمعات باش يستنسوا لي بالماكله الوغ كو هو انت كي تاكلوا تطعموا تيو مسيك تيو هما بالحق الكلاب العربي خلينا نقولوا سيت اون غاس هي ديجا الكلب العربي ما نعرفش اسمه انا بيرجي داتلاس فوالا بيرجي داتلاس دونك الكلب العربي سامحني كان خصيصا وحنا وعاقلين وحنايين عساس وإن سوفي باش تعرفها معناها إن سوفي كلاب مرة ولا اثنين غاديك باش يولي دارك ديما يعس عليها صحيح مش في وفي حد ذاته ما يهزش الأمراض وما يمرضش مش كما مثلا الكلاب الدراس معناها يسمك تعمل لهم الفاكسان عنده مشاكل هو عنده مناعة بار كونتر احنا الله غالب في بلادنا ما نعرفوش قيمته لكن في الأوروب يعرفوا قيمته أنا نقول قيمة ولا مش قيمة المفيد به هو أن إتر فيفون دغاس ولا مش دغاس ولا باتاغ ولا عنده فالور ولا ما عندوش هو ان اتر فيفون عنده الحق باش ياكل ويتغذى معناها وهذايا يجيب لك رحمه ليك ويجيب لك صدقه ليك انت. سيرين كان عندك حاجه باش تضيفها خاطر وقتنا وفاء. اون فيت روتراكت كلوب هذايا جديد يظهر لي اللي عندكم. لا جديد حاجه اخرى فما دو فولي فما روتراكت كلوب كارتاج سانشاين اون كولابوراسيون مع زانيمو عاملين اكسيون باش تكون ان شاء الله لو 24 افريل في البلفيدير. الاكسيون هي تتمثل في انهم باش يبنيو بيوت للكلايبات والاقتصاد مي زاده باش يحطوا لهم لي ديستريبيتور نتاع الماكله. الحاجه البيسك زانيمو تكفلت بالماكله الكل دونك ما عادش عندنا مشكله نتاع ماكله. باغ كونتخ اللي يحب يعاون راهو باللي يجي باللوح خاطر ما باش نعملوا بريكولاج باش نصنعوا وحدهم بعجيلي معناها بالحق نجموا باش نخلي لكم نمرو ديزابغي يعني باش نعملوا ديزابغي اكزاكتومون الحيوانات دونك باش نحط لكم نمرو تنجموا تكلموه وكي كان تنجموا تكونتاكتيو تسالوا شنو ناقصهم مي باغ كونتخ من المستحسن يبداوا لي دون من توا على خاطر معناها 24 افريل ماذا بينا سيدة كل شيء حاضر نتاع تقبل الحيوانات هاو جاركم هاو ماكلتكم يعطيك الصحة الفولي الثاني تحكي لنا على الجديد مانيش سايبينك لما نعرفوا الجديد. الجديد هو انه بمناسبة رمضان ونعرفوا احنا اللي هو شهر كريم وشهر الرحمة دونك زاني مو قررت على انه على كل اشا نتاع ساك دو ليتيغ
فما دينار باش يتصب الاس او اس قمرت، معناها حتى الساك دو ليتيغ الصغرون بكل نتاع خمسه ايترات هذاك راهو فما دينار عليه باش يتصب للصغيرات نتاع اس او اس قمرت، باش هكاك ان شاء الله لاخر رمضان معناها في الكولكسيون اخر رمضان نفرحوا بهم ونجيهم كادويت ونشوفوا شنو يسحقوا الكل. يعطيك الصحه سيرين سولا، طبعا دونك هذه حاجه ماهيش جديده وماهيش غريبه على زانيمو، على خاطر بالحق رافقه بالحيوان وبالحق الحيوان حاجه راهي تمس اي انسان. انا عرضني البارح هكا ان فوازان وحكينا هكا شويه، دونك قديش تحس فما العبيد تبدلت نظرتهم ولا يحبوا يعاونوا ويحبوا ما نعرفش انا يشريوا لهم ياخذوا لهم يوكلوهم. دونك ميرسي بوكو ليكم على اللفته النبيله هذه. دونك كانت هذه فقره زانيمو. دونك احنا خلينا نمشي بحذا الشيف تحيه. شيف اهلا. انا اول حاجه باش نعملها باش نحط الشوربه ساعه تيب. الشوربه بتاعي اليوم طايبه في معون تري سبيسيال اللي هي لوتو كويزور نتاع روسل هوبس. الخاصيه نتاعها كونك تحط لها الوقت تفوح كل شيء، تحطه في الطنجره نتاعك، تحط لها الوقت، تحطها تيب اون فوا طابت، تقعد نجم تخليها اشو، تقعد حتى للمغرب ولا بعد المغرب ولا قد تحب تخليها تقعد سخونه في التمبيراتور اللي تحبها انت، معناها تعطيها البروغرام وتقعد معناها طايبه لكن تقعد اشو، مش كيما الطنجره شعللها وطفيها. كان طيبها مثلا من الصباح تقعد الشوربه كل شويه ها وتسخنها فلا. سخنها وجي صحيح مازالوا بكري ها قريب يذنها، معناها هذه لافونتاج. شوف معناها هذه تو في بلاصه الغاز، في بلاصه نستعملوا الغاز احنا نطيبوا ديريكت عليها. طيب هذه طيب كل شيء، تعمل لي غوتي، تعمل لي سوب بجميع انواعهم. قداش لازم الليتر شيف كان عندك فكره؟ هذه نورمالمون سي 3 لتر، خاطر يلزم ديما يقعد طيب دجاجه يعني هيك. طيب دجاجه غوتي بالكدا امورها واضحه. طيب دجاجه دايوغ فيها دي زوستونسيل اللي كي تحط الدجاجه هذه تهبط الغا تستقطر تقطر لوغرا، هي تحمر لك الدجاجه فيها بليزيور بروغرام تخدمها، معناها تحط لك كل شيء. انا دايوغ باش نسالك يا شيف هذه توا فاسيل في غسلينها؟ ما فيها حتى مشكل، هذه تغسلها كيما ما تحطهاش في وسط البانو بالماء، ما تغسلها كيما تغسل طنجره، تحك لها وسطها تصب لها شويه ماء تشيحها ومن بعد تنحي لها الماء. ايتونش يعني؟ بيان سور ايتونش 100% مش ايتونش برك 100%. طيب الروز والحاجات الشيحين بالكدا بالكدا، خاطر الروز لافونتاج فيها هي الروز لا تقليوه لا تعملوا له حتى ولا يلصق لحتى ترميوه، تحطوا له الماء نتاعو في البارد، تحطوا له كان باش تفوحوه ولا زيت ولا اللي تحبوا، وتحط البروغرام تاع التطيب وهي طيب الروز ويقعد اشو، معناها تستعملوها كريس كوكر خاطر هي اوتو كويزور طيب كل شيء وفات، مش طيب الماكله الجاريه والا لي غوتي والا معناها متناشر. اسمها دايوغ اوتو كويزور خاطر طيب لك كل حاجه تحب تطيبها في وسطها الا وتقبلها، تعمل لك مقرونه تعمل لك. والافونتاج الكبير قلت لك اللي كونها تقعد شاده السخانه، قد ما تحط لها البروغرام باش تقعد تشد السخانه الا وتشد سخانتها. انت تو مقبله قاعده تحط في لي زانغريديون، قول لنا شنو مالي نحط فيهم بعد. مش نعمل شوربه الحماسه تحكي شيخه عليها، مش نعمل شوربه فريك على خاطر مانيش باش نقعد نحرك ساعه ساعه وحدها هي طيب عامله كيف وانا لاهية بحاجات اخرى، سيرتو في رمضان وغير رمضان. بصراحه مش على خاطر رمضان بركه، حتى غير رمضان اللوتو كويزور هذوما حاجه متميزه فيهم كونهم دايوغ باش نرمي الشوربه طول تغزولي كل شيء مع بعضه يا شيف كلها مع بعض دارجين تك تك. شوف الدنيا كلها حطيت ديجا الدجاج نتاعي مليحه بالطبيعه، انا حطيت دي كويس مليحه، حطيت معاهم كلافس ومعدنوس والبصل والثوم والفاح، فوحتهم شويه كركم وملح وفلفل اكحل، حطيت طماطم سيكام كونسونتري، حطيت مغرفتين، حطيت شويه بصل شويه ثوم، هذوما الكل نحط عليهم معناها حكر شوربه فريك نتاع ورده، نحط حكر زوز كمشات معناها حكر كيستي تاع كيس ماء صغير ولا كيستي اخضر، هذوما كل. وعندي البويوار نتاعي غسل هوبس بالطبيعه، نجي نسقيهم بالماء ونحط لها البروغرام اللي حاجتي به. انا باش نعمل بروغرام سوب
معناها باش تقعد تغلي 180 دوغري ونحط لها الوقت. بعد لا توفى الوقت تقوم تعيط هي تنقص تقول لي راني كملت. يجيني راني حضرت. شي جاي نتفقدوا فيها معناها. لا هي تعطيك سينيال اللي هي راهو الوقت اللي حطيته لها راهو خلط اتيرم راهي شربتك طابت تغزلك شرميتها الكل مع بعضها. يا شيخ ما نجيب لنا وحده يا شيخ. كلمونا جماعه ريس الهوبسيك ما نجيب لنا وحده. تنجم تعدي كوموند وتلقاهم دايوغ تلقاهم في توسكي وين يتبعوا الالكتروميناجي في السنتر كوميرسيال اي سنتر كوميرسيال تلقاوها ديما موجوده فيها موجودين في لي غراند سيرفاس لا ويا الالكتروميناجي تلقاو غسل هوبس تلقاو الماتيريال كامل معناها توسكي الكتروميناجي نتاع غسل هوبس منهم لي زوتو كويزور هذوما الحاجه المتميزه فيهم. قلت لك ساعات عبدي طيب روز يقعد مكبد لو طون اللي عاود سخن وعاود برد الوغ كو هي تخليه اشو سورتو الروز انا ما نستغنيش عليهم في الروز على خاطر وكاله برشا في الروز والا في الكسكسي بعد لا تسقيه تحطه فيها يقعد اتمبيراتور امبيونت يقعد السخانه نتاعو متوازنه حتى لين تجي تسربيه. نستناوك هذوما كل باش تعملهم لنا في رمضان يا شيخ. ان شاء الله. احنا مالناش نجيو نذوقوا بعضك للاسف الشديد شيخ. انا اليوم باش نهز شقان فاطري باش نهز في هذه خاطرك تحافظ على التمبيراتور امبيونت. حتى ما تحافظش. نهز هذيك ولا ما نهزش انا. ميرسي بوكو. ماكلت الشافه بنينه نهزوها بنينه. رستم مخه معدل بحذاك. ديجا مخه معدل سينيال اللي هي تخدم تو نخليها هي طيب على روحها. وحده وحده. انا نتلهي في كوجينتي. يعطيك الصحة شيفة تحية ميرسي بوكو ليك. احنا خلينا نمشيو للفيديو المصور هذا اللي ضمنه لنا صديقنا مدرب التنمية البشرية مجدي داود يحكي لنا على العادات السيئة اللي ربي بعدها علينا في شهر سيدي رمضان الفضيل. نشوفوا الفيديو القصير ونرجعوا نكملوا معاكم. مرحبا بكم وإن شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم باش نحكي معاكم على إدارة الحالة النفسية خلال شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر يجينا عام مرة في السنة، شهر تعلى فيه الروحانيات وكذلك شهر تغيير وتدريب سلوكيات، ونوليو مركزين برشا مع كلامنا مع تصرفاتنا مع اش نقولوا الى جانب تغيير نظامنا اليومي اللي فيه عادات الاكل واللقاء في شقاء الفطر وحاجات ايجابيه تلم العائله برشا برشا. لكن مع هذا هو شهر تدريب نفسي. اش معناتها شهر تدريب نفسي؟ اي فيه سلوكيات وحديث وصراع نفسي نعيشه داخلي. لذلك علاش أنا راه من الجانب النفسي هو شهر تدريب كبير على تطوير مستوى ذكائي العاطفي. ما معنى ذكائي العاطفي في علم النفس؟ هو متكون من أربع عناصر أساسية. أولا أني نعي بمشاعري، حالتي النفسية، شهواتي، غرائزي، ثم نتعلم ندير ونتعامل مع هذه الشهوات وهذه الغرائز بشكل واعي ونتحكم فيها وما نخليهاش هي تتحكم فيها. الجزء الثاني من الذكاء العاطفي هو أني نعي ونحس بالآخر ونتعاطف معاه ونشعر به ونتقبله في كل حالاته، ثم ما يكفيش هذا أني نمر المرحلة الثانية وهني أن نتواصل معاه وندير العلاقات، وهذا يأسس نجاح كبير للشخصية اللي عندها ذكاء عاطفي. لكن هذا الكل نلاحظه أنه في شهر رمضان وكأنه نوليو مركزين برشا على ممكن الجانب السلبي، فنقول أنا راني نرفوزي نولي عصابي بما أنه نقص حاجات وعادات سلوكيات سلبية في حياتي كما التدخين وكما القهوة، فهذا يأثر على نفسيتي نولي ياسر حساس وياسر انفعالي. أنا نحب نقول لك اللي هذا راهي مجرد أفكار فقط في ذهنك لكن هي ليست الحقيقة. إن شاء الله يكون الإفادة وصلت. نشكركم وإن شاء الله في الفيديو القادم. ميرسي بوكو. دونك مجدي داود مدرب التنميه البشريه اللي كان في العاده ديما حاضر معنا لكن نظرا لقصر وقت حلقه الويكاند دونك فظن انه يكون ديما موجود وحاضر معنا من خلال لي كابسول هذوما كما باش تراو دوتخ كابسول في عده اختصاصات اخرى. احنا خلينا نخرجوا سبوت هذيا اللي هي طبعا الاحمد تي نشوفوا سبوت ونرجع نكمل معكم بقيه حلقتنا.
دونك انت هذه سبوت الخاصه باحمد شي احنا نمشي بحذا الشيف تحيه شيف. انا باش نبدا نخلط الفاخس قبل هوني صمت عظم عصمت ويابس حطيت له شويه جبن بقيت جبن نحطها مع الشعر نتاع القطايف نقولوا شعر قطايف نجي ونحط جبن نتاعي مريح تخوا فخوماج بالطبيعه نجي عندي هوني موزاريلا غابي نحط منها زيدة في وسط معلقة طايف ديما عنا باش تولي الشعر القطايف يشد في بعضه يلزمها جبن باش وقت يذوب جبن وإحنا نعرفوا اللي جبن مرياح 100% حليب معناها ما ينجمش ما يذوبش يستحيل كي يذوب بين الشعر القطايف والجبن يولي لاصق بعضه ما عادش يقعد هكا التفريكه نتاع القطايف هكايا كان طيبوها تقعد مكسره وهذايا قطايف نتاع ملسوقه ظاهره قطايف ملسوقه كيف ولا الاخرى كيف معناها فرد كومبوزيسيون وقت اللي نطيبوها هكا ما تشدش في بعضها باش تشد لو ليون بيناتهم هو جبن مرياح نجي بخلاف الفخس نحط في وسطها جبن عندي هوني تن البدر اللي بالزيت النباتي نجي نحيلو الزيت متاعو وناخو نخلطو مع الفاخس ما يزمهاش تكون فيها عظم معنى هذاك علاش طيبت لها على العظم يابس ما يزمش تكون فيها ماهيش كيما الطاجين الافونتاج متاع الفخس هذية يلزم يكون الفخس متاعها بجبونات وبالقوطة لكن ماهوش مخلط كيما الطاجين هوني نشوفو اللي تن البدر من التن الممتاز نغزرو له فصوص ورق هذاك اللي نعرفوه اللي هو تن اونتي ولا مفوح بالرند الجبلي الملح متاعو اكيليبغي مازموش زيادة ملح معناها ملح من التن الممتاز اللي فريمون ننصحكم به في رمضان هذايا على خاطر من الحاجات اللي دو كاليتي سوبيريور ما تنجمو الا تعملوا حاجات بنينة به وحاجات متميزة وانتم تعرفوا الشهوي متاع هذوما متاع رمضان عبد حتى باش يدلل روحه يشري حاجة في مستوى حاجة بنينة حاجة باهية معروف المصدر متاعها منين ما يشريش حاجات ما يعرفش مصدرهم منين ألوغ هذه الفاخس متاعي خلطتها كما تشوفوا فيها لو ليون زادا مرة أخرى اللي فيها شكون باش يكون هي القوطة مرياح مانيش باش نحط برشا قوطة باش نحط شوية من قوطة مرياح جوست باش ما تخليليش الفخس متاعي شايحة نجي ونحط نخلطها مع الخليط هذايا معناها باش تلمها لمين ما نحبش لا تبدا جاريه لا حتى شيء باش كي تحط فوق القطايف يسيل الجبن تلم بعضها كيما باش تلم بعضها القطايف في وسط الطبق انا نوريكم توا الطريقه اللي باش نحط بها القطايف في وسط الطبق ومن بعد نفرشها مع بعضنا هذايا ساعة نجي نفركها مع بعضها بالجبن حتى لين تتخلط مليح نبدا نخلط فيها على نقلبها في وسط الشقاله بتاعي من بعد ناخذ شويه من زيت التن اللي انا فرغته ما نحيهش نسقي به القطايف الذكا اللي باش يطيب فيه القطايف نتاعنا وتعطي نكهه التن لبنينه هذاك علاش الزيت انا ما نلوحوش بتاع التن اون بليس زيت معروف المصدر نتاعو منين هو زيت نباتي ولا زيت زيتونه انتم تختاروا التن اللي تحبوا عليه تن البدر فيه اللي بزيت زيتونه ولا زيت نباتي ذوما من الحاجات الممتازه والا فما تن الموجة اللي فيه اللي بالماء والا زيت الزيتونه والا زيت نباتي الوغ نتوما يقعد لكم الاختيار تاخذوا زوز انواع هذوما نتاع التن ونخلطوا هكايا مليح حتى لين يوليو شعره بشعره بين الجبن والموتزاريلا وجبن التخوا فخوماج باش كي نفرشوا الصينيه نتاعنا يكبش في بعضه الكل كيما تشوفوا انا مانيش باش نزيتها الصينيه نتاعي على خاطرها معناها مغلفة باللونتي أديزيف منها فيها نجي ونعمل فرشة خفيفة كما تراوها هكا هذاك باش يقعد للغطاء نفرشها مليح ولا ومن بعد نجي ننزل عليها بالقدا بداية يلزم نطرحوها بالقدا ما نخليوش برشا للغطاء مي لو تاني نغطيوه بالقدا باش وقت يسيل الجبن يعمل كروت من اللوطة كيما تراو فيها هكا فوالا
بعد نحط الفخس، نفرشها في وسط الطبق متاعي، ما يزمش يكون عالي ياسر الفخس، هذو ما يجيو حتى متاع زوز فرشات. ألوغ أنا نعمل الفرشة هذية، وبعد كنزم نعمل الثانية. ألوغ هوني نجي نطرحها مليح مليح، كان عرضتني شوية قوطة نحلها. تشوفوا في التن رغم اللي خلط لكن يقعد مرسوات ويقعد فصوص ما يتفركش، خاطر تن أونتي، وهذاك الصفات متاع تن البدر المزيان هذايا. ونجي ونغطي القطايف متاعي بنفس العجينة، ونكوشتي سخونة 180 درجة تقعد تقريب نصف ساعة وتبدأ طابت. نخرجوها نخليوها تبرد قبل ما نقصوها، وانا ناكد لكم وقت اللي تقصوها الجبن نتاعها يبدا سايل وفيها تقرميش القطايف وفيها بنه الجبن والتن. الوغ هذه متاكده اللي نتوما باش تجربوها وتعطيونا رايكم فيها. يعطيك صحة شيفة تحية، ميرسي بوكو ليك. احنا خلينا نمشي طبعا توا الفقرة الخاصة بنوتخ بارتنير ال جي، دونك التقرير هذا يش تلقاو فيه نزار النايفر وضيوفه. شوفوا التقرير ونرجع لكم. مرحبا بكم، شو نقول لكم اليوم تسافروا معايا الرحلة ذي؟ عندي مدة نحب نعملها، ما قلت ما يجيش نعملها واحدة من غير المشاهدين بتاعنا. الرحلة هذه لازمها لا فلوس لا باسبور لا طيارة ولا بابور، جوست تقعد في الكنبي بتاعك قدام تلفزتك ويا حبذا تكون ال جي بيان سور، وتسمع وتسترجع الذكريات. شكون فينا ما تمناش يرجع نهار لصغره، يعيش احداث حبهم، يرى عباد فرقوه، يشم ريحه نس قبل وريحه رمضان قبل. يا حسره، اللي يحب يتبعني طوى وقيته نداء الى المسافرين المتجهين نحو اراضي التسعينات، الاقلاع حالا نحو بوابه ال جي للذكريات. لقد حطت بنا الذكريات على أرض التسعينات بأمان الله. قبل ذكروا في التسعينات، نحكي لهنا المواليد الثمانينات اللي نغمل ما وقتها في التسعينات يقرأوا يا مدرسة يا كوليج، مع العلم ما فماش برشا كوليج وقتها قبل ليسي. بريف ما نحكيوش هذا بارانتيز نحلوه مرة جاية. روحوا عجاجة باش نتفرجوا على البطل الخارق بتاعنا، بطل ماسكي، أقوى من سوبرمان، أذكى من باتمان وأخف من سبايدرمان. بيان سور نحكيو على النمر المقنع. شكون ما كانش يحب النمر المقنع؟ شكون ما تفرجش عليه؟ كان نسترح شوية ذكريات ونسمعوا شوية من جينيريك بتاعه. أعطينا سي حكيم. حلبت المصارع والتقى الأبطال، فيها زوايا أربع مشدودة الحبال، لها مجد قديم وتاريخ عظيم، صغيرة لكنها دنيا من يكون الخير فيها إلا الأبطال. يا حسرة على النمر المقنع. احنا مازلنا نتفرجوا على النمر المقنع، وتطل علينا سيد المطبخ العربي، سيد المطبخ التونسي والعربي بلوتو. شكون بيان سور صاحبة مقولة طيب سلة سلة وكل قدير وقدره؟ نحكيه على جميلة بالي وما أدرك. جميلة بالي كانت كيفاش نقولوا، كنا نحبوها أكثر من أمهاتنا، خاطر كانت تطيب لنا، كانت تدللنا اكثر من الناس الكل. كل يوم نراو رسالة جديده، وكي كانت الكوجينا يا حسره فيها الخير والبركه، وكانت برنامج الكوجينا سهل. نكمل فرج على جميله بالي ونسمع صاحبي من تيري عيط لي يا نزار نزار اخرج. نخرج ونلقى ولاد الحومه كل فرد بوزيسيون بريسك. شوفوا البوزيسيون الاولى، تقول البوزيسيون هذه تاع نزار السيد باش يصنع صاروخ. البوزيسيون الثانيه هذه تقول قناص. زعما فيش قاعدين يلعبوا. السؤال هذا نتوجه به لجماعة الألفينات اللي تولدوا بعد 2005، نورمالمون ما يعرفوش اللعبة هذه. اللعبة هذه اسمها البيس، ولا بالعربية الكجة، في برشا بلايص يقولوا المية. هذه القاعدة بتاعها شكون يربح أكثر، واللي يربح أكثر وقتها يحس روحه مليونير. فما شكون يروح فرحان، فما شكون يروح يبكي على خاطر خسر الميات بتاعه الكل. كملنا الميات، بلوتو في وسط الطرح تاع الميات نسمع امي تعيط لي يا نزار اجري المغرب باش ياذن برا اشي الخبز. وروحنا من الكوشه حضرنا الطاوله، اذن الاذان وضرب المدفع. بيان سور من بعد شو نسمع اول حاجه؟ بوب. اهلا يا زياد، تبعوا معنا شويه. اهلا يا زياد، نورت البلاد، هاتوا يا احباب ما لذا وطاب، انا موش شوي ولا طيب نرضى باللي يجي. يا أولاد صرت العالم وهيك.
واحنا نحكيو على الاشهار الجي سمعت بينا نحضروا في حاجه غير تخو يا اخي فرحت بينا وبعثت لنا سيكونس فرجوا فيها برشا من الناس ما يعرفوهاش وانا واحد من الناس والله لا نعرفها. ما كومش غلطين فماش لوجو ال جي هذه جولد ستار. جولد ستار في الثمانينات كان اسمها بلوتو ال جي في الثمانينات كان اسمها جولد ستار، كان سباقه في ميدان التكنولوجيا وزاد في ميدان لي سبوت بيبيسيتير اللي هي كانت نيميرو 1 في كوريا الجنوبيه كوتي بوب وكوتي تكنولوجيك. ما تنساوش تابعونا ديما في فقرتنا الجديده ال جي ذكريات، وباش نختم بكلمه ياسر كنا نحبوها في التسعينات الله يرحمه نجيب الخطاب كان ديما يقول ما رضا الله الا برضا الوالدين. ادمه يعطيك صحة. دونك نزار نايفر، الناس تحب تاخذ أكثر معلومات على منتجات ال جي، إيش عندهم وإيش عندهم جديد، دونك يدخلوا على باج فيسبوك ال جي جلوبال. احنا خلينا نخرجوا فاصل قصير ونرجع نكملوا معاكم طبعا بقية حلقتنا. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن ما زرعنا، نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقفوا عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة وتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. سيكام ادخل في القرعة باش تربح واحد من الكادوات هذم، سيارات، دي زايفون 13، دي تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. سمعت البشارة؟ سيكام تربحك سيارة. ان شاء الله رمضانكم مبروك. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. سمحت شيف مسهل هالبنت. سيير مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيارة تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في لي دو بوان دو فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات. البروموات مع OMS ما توفاش. OMS كوليكسيون 4 بيس ب 249 دينار كهو، وتنجم تخلص على 6 شهور. OMS كوزيني اوترومون.
تولي صاحب مشروع وتتمتع بمرافقة شريك عنده أكثر من 30 سنة خبرة؟ مليحة توفر لك فرصة باش تكون واحد من شركائها، تعاونك وتقف معك باش تلانسي مشروعك وتوقفه على ساقيه. مليحة توفر لك زوز برامج باش تبدأ مشروعك. مليحة جيرونس ليبر هو البرنامج اللي حطته مليحة واللي خليك تكون وكيل مليحة. احنا نوفروا لك المحل، نجهزوه، نتكفلوا بجميع مصاريف التهيئه، ويكون بيناتنا عقد وكاله قابل للتجديد. يكفي انه يكون عندك مبلغ ما يقلش على 8000 دينار كضمان على المحل وفوندغولمون تشري به سلعه. الطريقه الثانيه هو برنامج مليحه فرانشيز، انت توفر المحل واحنا ننصحوك بكيفيه التجهيز ونتكفلوا بتركيب اللافته الاشهريه واللي ضمانها 2000 دينار ومبلغ قيمته 60 دينار شهريا كمعلوم استغلال للاسم التجاري مليحه. نوفروا لك زاد المنتوجات باش تنجح مشروعك. في الحالتين اذا كنت اخترت برنامج مليحه جيرونس ليبر ولا مليحه فرانشيز، مليحه معاك من الاول للاخر، من دراسه المشروع حتى الافتتاح، وترافقك كل يوم باش توفر احسن خدمات واحسن منتوج في احسن الظروف. مليحه تكفل لك دورات تكوين نظري وتطبيقي ليك والفريق العمل نتاعك، واكثر من هكا مليحه تكفل برنامج التسويق وعمليه تنشيط تشجيعيه لخلق حركيه لنقطه البيع. مليحه تضمن لك منتوجات متعدده ومتجدده ذات جوده عاليه وبعمليه تزويد منظمه ومحكمه باش يوصلك منتوجك في اقل من 24 ساعة. من اليوم ابدأ مشروعك وادخل على مشروعي.مليحة.تن واختار الفورمولا اللي تساعدك، جيرانس ولا فرانشيز. عمر البيانات وفريق مليحة يتصل بيك، ينصحك، يجاوبك على استفساراتك ويقدم معك. انت اللي تنجم تبدل وتبدأ من جديد. عمر بلاستك اللي اخترتها واللي خسرت عليها وقتك وتعبك. أملح حياتك بروحة جديدة تخليك تبني حاجة تحبها وتشيخ عليها. خلي كل نهار أزين من اللي قبله. مع سوتيفاب حقق الدار اللي تحلم بها. عمل عليلة في كل ستيل وذوق. احنا نسهلولك الثنية.